كابتن عمرو، كابتن فريده نقدر نكلمها ولا الامور لسه ما استقرتش؟ لا ممكن نكلمها ان شاء الله. نكلمها بعد اذن حضرتك. اكيد لازم نطمن على كابتن فريده الحناوي بنفسها، وهنسمع صوتها ونتكلم معاها ونشوف ايه اللي حصل بالظبط معاها. كابتن فريده. الو. كابتن فريده. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الف الف مليون سلام عليك. الله يسلم حضرتك. كل بصي انا في مظاهره حصلت على السوشيال ميديا لكابتن فريده الحناوي، كل اسره كره الطايره، كل النادي الاهلي بيطمن، عايز يطمن على كابتن فريده الحناوي. يا ريت بقى تقولي لنا كده، طمنينا عليكي وطمني كل الجمهور الكبير اللي عايز يطمن عليكي. انا الحمد لله، لا انا احسن كتير. انا بعد ما العمود كان واقع عليا انا وصاحبتي، فانا اغمى عليا اصلا، فما كنتش حاسه باي حاجه خالص. بس لما قمت والحمد لله فوقت، والمستشفى بصراحه كانت معايا على طول. النادي الاهلي برضو بصراحه ما حدش سابني خالص، الحمد لله. فالحمد لله انا اتحسنت بسرعه جدا. خليني بس العنايه علشان ابقى تحت الملاحظه 24 ساعه كده، بس عشان لو حصل اي مضاعفات، لو دخت ورجعت كده. الف مليون سلامة عليكي. بس بصي هكلمك بصراحة، عشان الإصابة دي عرفتك قد إيه أنت حب الناس ليكي وحب لفريدة. لفريدة بصراحة أنا بشكر كل الناس. صح؟ أنا لقيت كل الناس اللي بجد كانت خايفة عليا، لأن أنا شفت فعلا اهتمام من الناس. أنا ما كنتش متخيلة إن هم ممكن يبقوا خايفين عليا قوي كده. ألف مليون سلامة عليك يا رب، دايما في أحسن صحة وأحسن حال، وترجعي سريعة الملاعب. ناوية إمتى إن شاء الله بإذن الله تنزلي الملاعب مرة تانية؟ ان شاء الله كده على كمان اسبوعين. يعني انا مش هقدر اسيب البولي كتير بصراحه، عارف. هرجع واقصى سرعه. الف مليون سلام عليك كابتن فريد الحناوي، واكيد بنقول لك يا رب في اسرع وقت باذن الله ترجعي الملاعب مره ثانيه وتبدعي انت وزميلتك كمان. كان برضو كان في زميلتها كابتن مي غزال. مي غزال هي برضو كانت لسه مصابه في صباحها، وكانت نازله كده بس في الايد، يعني سهله، يعني سنه سهله شويه، اسهل منك طبعا. ايه يعني كابتن مي غزال جت في ايديها الموضوع. هي برضه اتصابت في صباحها، وبعدين عملت استرتشات جنبي، فبرضه لما العمود وقع عليا وقع عليه هي كمان، فاخدت ثلاث غرز هي كمان برضه. الف مليون سلام عليك على كابتن فريده وكابتن مي، ويا رب دايما نجمتنا بالف سلام والف صحه، واكيد اداره النادي فاتحه الباب للتحقيق علشان تعرف ايه اللي حصل، علشان ما يتكررش مره ثانيه، لان اكيد سلامه اللاعبين واللاعبات عندنا في النادي الاهلي هي الاهم.